طبعا واحنا بنتابع يعني المسلسلات المتنوعه الكتيره الجميله اللي موجوده على شاشه رمضان، لكن انا عايزه اقف دلوقتي عند مسلسل بعينه لانه محقق نجاح كبير جدا، مسلسل مسار اجباري. المسار اجباري طبعا اللي مشيته عيلتين تقريبا مع الشباب. المسلسل بيعرض على شاشه القناه الاولى على منصه واتشت، والمسلسل بيقدم في الحقيقه دراما اجتماعيه شيقه جدا بتدعم الوجوه الجديدة، وده أجمل حاجة موجودة في المسلسل اللي هو الثقة، إنك تدي الثقة وتدي الفرصة وتدي الدعم لوجوه جديدة زي عصام عمر وأحمد داش. لكن كمان الملفت في ده كمان هو الأداء العظيم بقى للنجمة الكبيرة صابرين، وده مش جديد على صابرين. صابرين نجمة كبيرة عملت يعني أدوار متنوعة كتيرة، عندها خبرة، لكن صابرين الحقيقة بتفاجئنا. يعني أنا شخصيا من الناس اللي متابعي لمشوار صابرين الرائع، وهي دايما بتفاجئنا. يعني ما تقدرش تقول صابرين هتعمل إيه في العمل ده، أو صابرين هتبقى شكلها عامل إزاي أو أدائها إزاي. أنا كمان سعيدة لأن هي وجودها في المسلسل ده مدي دعم كبير جدا، خبرة كبيرة جدا، الاتنين من الشباب يبقوا موجودين ومعاها كمان بسمة، فده طبعا بيدي يعني تقل كده، وبيبقى فيه أجيال. صابرين تتلمذت على إيد أجيال كتير جدا، وكانت النجمة الجميلة، وطبعا هي مازالت جميلة وأجمل كمان من سنين كتير، وهي دايما مشرقة ودايما متنوعة، وشفناها مع عديد من الفنانين. لكن هنا هي صابرين النجمة الفنانة الكبيرة اللي بتدعم كمان الشباب وبتقدم دور مهم قوي. خليني أروح للفنانة الجميلة صابرين ونكمل كلامنا سوا. صابرين مساء الخير، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا شفكي، مساء النور، رمضان كريم عليكي وعلى كل مشاهدينك وعلى العالم كله يا حبيبتي. منورة شاشة رمضان، وانا دايما بحس انه يعني صابرين دايما انتي مذهلة، يعني ما بنبقاش عارفين هتقبلي ايه مش هتقبلي ايه، تعملي ادوار عظيمة ودايما مشاهد عظيمة، دايما موجودة داعمة للفن بالذات الفن الجيد. فوجودك هنا في المسلسل مهم جدا، وكمان وجود الشباب مهم، انتوا عاملين حالة رائعة الحقيقة. يعني ربنا يخليكي، هو الموضوع جديد ده جماله، وموضوع عارفة أجمل حاجة فيه يا شفتي، يعني انت في مقدمتك بتقولي ان ما تبقيش عارفة هتقدم ايه هتعمل ايه. ما بقبلش اي حاجة. انا بقالي 4 سنين تقريبا او 3 سنين بعتذر عن حاجات كتير جدا، وفي الاخر خالص بيهمني قوي ان الدور يتصدق وان العمل يتصدق وان الموضوع. فانا بصراحه اول ما قريت اول 3 حلقات قلت لهم انا معاكم، يعني حبيت، قلت لهم انا عارفه كلمه حبيت الموضوع طبعًا، يعني طبعًا. حبيت وحسيت اني لا لازم كمان يعني الواحد يدخل ويعمل اللي عليه، وزي ما ناس كتير وقفت في اول طريق مع طريق معانا جدا في طريق صحيح. على اساتذه كبار جدا وعلمونا وكمان كمخرجين كمؤلفين كنجوم، فاحنا اتربينا على المدارس دي اللي هي العطاء، وان نصدق الموضوع وندعم المواهب الشابه ومصر ولاده. واحمد داش ووسام عمر جمال جدا 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 ومحترمين ومعجونين موهبه، وانا حبيتهم قوي. ونادين خان كمان مخرجة طبعا يعني جميلة، بنت الوز عوام، بنت الوز عوام طبعا كده. فأقول لك على حاجة، أنا كمان كل القرون اللي معايا ولاد صحابنا، يعني أيوة. ولاد نجوم ولاد فنانين وكده، وفاهمة قصدي إزاي؟ يعني في الإخراج في التصوير فتلاقي كلنا عيلة واحدة. فده أيوة. ده الانطباع وعلى فكرة الانطباع ده موجود على العمل، موجود على الشاشة بالزبط. بشكل كبير. طيب أنا عايزة أنتقل طبعا، يعني صابرين أنا لسه كنت شايفة لك حاجة قبل رمضان بجد، ولقيت نفسي بتابعها، حاجة كنت عاملاها طبعا مع العملاق محمود مرسي، وكنت انت لسه في بداياتك، يمكن ما كنتيش كملتي حتى 20 سنه، لكن يعني بجد حاجات كلها اجمل من بعض. لكن انا هنا عايزه ارجع عند القصه تحديدا. القصه طبعا انه ست تبقى متجوزه 20 سنه وعلى علاقه طيبه جدا مع زوجها، وبعدين تتفاجئ انه متجوز باخرى وعنده عيله تانية. يعني أيوة. انتوا اتعاملتي ازاي مع الموضوع ده انت نفسيا عشان تقدري تقدميه على الشاشه؟
بامانه كلمت الدكتور باهر جودار قلت له انا بس عايز اسال على حاجه، لان انت عارفه احنا برضو في ازمه في موضوع ان السيناريو والسكريبت ما بقاش عندي كله 15 حلقه طبعا. فانا قلت له انا بس عايز اعرف حاجه، لو اتنين هيتخانقوا وهيحصل مش عارف ايه والحاجات الكلاشيات اللي بنشوفها دي انا بعتذر، انما لو الموضوع هيبقى مختلف انا معاك. ايه يا استاذ؟ فكنت خايفه ان هو يبقى بقى عيلتين يقعدوا يتنحروا كده. خلاص خلصت وعملتها انا قبل كده. أيوة. وخلصنا يعني. فقلت لا انا عايزه اشوف دور الام هنا ايه. فقال لي لا دي هتبقى هنا وحد يعني هادي يفكر متعلم من طبقه ارستقراطيه الكلام ده، وحد مختلف تماما بطيبه وعفويه وكده الدور اللي بتقوم بيه بسمه. وهنا العيله مختلفه وهنا مختلفه، فاحنا عايزين نعرف الفرق العيلتين دول لما هيجتمعوا هيحصل بيهم ايه؟ لان هم كمان ما لهمش ذنب، لا انت ليكي ذنب ولا العيله الثانيه، يعني اللي عمل القصه ما بقاش موجود يعني. فيعني اللي حتى انتوا لو عايزين تتخانقوا معاه هو مش موجود اصلا. هو مش موجود. أيوة. بالظبط كده. وبعدين لبسنا كلنا تهمه ان احنا نحافظ على سمعته برغم ان هو ما حافظش عليها وهو ما عملش ما حافظش علينا. فدور الامهات هنا مع الشباب ومع اولادنا ان لا هو الموضوع سمعه دول اهم بقت من سمعته. صحيح. يعني فاهمه قصدي ازاي؟ التضحيه بتاعت الامهات والام الاب تو ديت بتاعت دلوقتي. ايوه طبعا. مش الست اللي قاعده على خدها، لا هي بتحصل ايه وبيقعدوا يتناقشوا، وكمان لغه الحوار بين الامهات والاولاد والمشوره. وفجاه تحسي ان حسين ومامته وبسمة يعني اللي هو اداش وبسمة معانا في البيت، بييجوا ناخد ارائنا مع بعض ونتداول. ايوه انت عارفه ان ده بقى عاجبني ليه؟ لانه وكان الزمن، هو زمن اتغير فعلا، وبقت المساله فيها عقلانيه والاهتمام بمستقبل الولدين كل ام. أيوة. كمان لان انتوا بداتوا الحلقات كل ام يعنيها قوي اولادها، يعني اولادها دول حاجه مهمه، اللي عايز يسافر فرنسا ويبقى يتعلم اكتر ويعمل طبعًا. الام الثانيه عامله مشروع لابنها، فيعني اللي هي مع اختلاف الفئات المجتمع، لكن الام ام زي ما انت قلتي بالظبط. فهو ده اللي جمعكم طبعا. وام جديده وام ناصحه وام بتتناقش مع العيال، مش بتدي اوامر، هو مناقشه. وبعدين لو تلاحظي في المشهد مثلا بتاع امبارح، انا طول الحلقات ما فيش دموع نزلت خالص. صحيح. انا طول الوقت ام قويه جدا، لحد مشهد واحد انا بخش له وبسند على كتف ابني. أيوة. لاني الموضوع فاق طبعا ان انا ابقى صامته وساكته واتحمل، لان في الاخر الست سته برضو طبعا طبعا. والمشاعر الانسانيه طبعا برضو بتبقى واحده، ما بتبقيش كمان انت مش لاقيه الشخص اللي تساليه طب ليه وازاي. ايوه. فالاسئله جواكي، والخوف على الاولاد. والخوف على الاولاد. ما انت برضو مش هو بس ولا انا بس، ده في اتنين تانيين غيركو يعني، عندي انا كعيلتي في بنت وولد تاني صغيرين يعني. فاهم ازاي؟ طبعا. انا عايزه اخش اسالك بقى على التفاصيل الفنيه، يعني ايه خليني يعني بيحضرني طبعا، انت يعني دخلتي اللي عملتي اكتر من عمل مع عمالقه يعني، واجيال سلمت اجيال، لكن وانت شاهده. طبعا شاهده جدا يعني، مش ممكن ننسى لصابرين، بس حتى ام كلثوم يعني انت دايما مذهله يا صابرين، ربنا يخليكي. لكن وانت بقى في العمل يعني انت نجمه كبيره، تاريخ كبير، بيبقوا الشباب بقى عندهم كده رهبه قلقان، ولا كمان ده اتغير لانه الاجيال قربت من بعضها كتير كمان؟ شوفي، هو اول يومين بيبقى بيحصل كده، يخش ويا استاذه ومش استاذه والحاجات. أيوة. وانا بصراحه ما بعرفش امثل في الجو ده. أيوة. يعني لان انا طول عمري بتعامل بعفوية، يعني بروح بالظبط كده، مش عايز، وانا مش عايزه اكبر برضو يا شافتي، مش عايزه انا الاستاذه والحاجات دي، لا يا اختي برضو عايزين نبقى. انا معاك يا ابني، تعالى بس قول لي مشكلتك ايه. هنا احنا بنهزر يا يعني انت قول لي بس مشكلتك ايه. أيوة. فحتى كمان في كليب نزل اللي هو تيك توك معاهم وانا بنغني وبنعمل حاجات، ونزل وكسر الدنيا، كل الشباب حابينه قوي.
فانا برقص يعني برقص وبغني معاهم عارف يعني انت اصلا جواكي استعراض وغنى واحساس طفله هم يقعدوا يقولوا كده احنا حاسين ان احنا بنبقى يعني مع صاحبتنا مش مع امنا يعني مش حاسين بده ايوه فالحمد لله ده لذيذ انا بكسر ده خالص بقى أيوة. بيقعدوا يقولوا لي كذا بقعد اقول له تعالى هنا مش عارف ايه ونقعد أيوة. وادلعهم ونهزر ونقول شفت انت قولوا لي بقى الصوت عندكم دلوقتي فبنقعد في الكواليس كده ونادين كمان حد بنقعد نضحك طول الوقت وكده لما بيبقى طبعا. في جو لذيذ وكمان زي ما قلت لك بنت ماده ذكي وكمال بورايا معايا حبيبه أيوة. بورايا مساعده مخرج ومعايا ابن الصاوي محمد صاوي الممثل الجميل أيوة ابنه الكاميرامان فكلنا بنقعد ولادنا يعني ما عيله فنيه يعني فما فيش هنا استاذه ولا حاجه ده هم عائلات مع بعض دوت. انا صاحبه ماما وبابا وصح واحنا كلنا اصحاب صحيح هم كمان مولودين مع الجيل في بيوتهم فنانين فالمساله شاربين الفن كله شاربين بالظبط كده بالظبط كده اكيد يعني اكيد يعني فبالتالي الحمد لله بتبقى المساله لا لذيذه وفي الاخر بنخرج احنا لحد دلوقتي بنكلم بعض في التليفونات وبنهزر يعني لا خالص فكره ال 15 حلقه يا صابرين كانت بالنسبه لك كمان مريحه نفسيا انه انت برضو بتعملي تجربه جديده ف 15 حلقه وبيني وبينك كده لما شفتي بقى المسلسلات قلتي لا انا اخترت كمان صح انا دوري هنا صح الحمد لله المسلسل نجح وعملت 15 حلقه ناجحين يعني الحمد لله قولي لي كده يعني بيننا وبين بعض ما حدش سمعنا هقول لك ما حدش سمعنا خالص بيني وبينك يعني بصوت واطي بالظبط اجمد مسلسلات اللي نجحت في الفتره اللي فاتت اللي انا تربيت فيها على ايدين الناس زي ما قلتي الكبار انا عامله مسلسل اسمه ضمير قبل حكمه مع الفنانه الكبيره فاتن حمامه كان 13 حلقه اول ظهوري في ليله القبض على فاطمه مع الاستاذ اسامه عراكاش لا مع الاستاذ محسن زايد الله يرحمه الاستاذ محمد فاضل ومدام فردوس 13 حلقه هلا والدراويش مع الاستاذ محمد جلال عبد القوي 15 حلقه فانا بالنسبه لي من المدارس اللي ممكن 15 و13 مفيش مشكله لسبب كمان يا شافكي مادام ما قل ودل هو الحدث وانك بتجري ورا الحدث مفيش تطويل مفيش مفيش تمثيل فيك مفيش مشاهد انت مش حاساها عشان يبقى في تايم طبعا الموضوع ده قد ايه بيؤرقنا كممثلين انت فاهمه قد ايه بيضايقنا تحس تقول يا جماعه انا مش قلت الكلام ده قبل كده هو انا يا جماعه مش مثلت المشهد ده قبل كده دي حاجه مش حلوه خالص طبعا خالص طبعا فانا بالعكس انا مع ال 15 حلقه جدا تجديد وتقدري تعملي لكن هرجع اقول لك في اعمال بنشوفها لتركيا في اعمال بنشوفها اوف سيزون كبيره جدا لكن مخدومه مكتوبه صح ايوه يعني كله اذا كان هياخد على حسب الكتابه ايوه اذا طبعا. كان هياخد وقته ويبقى محتاج العدد ده هيبقى تمام طيب في بالضبط. النهايه كمان عشان برضو ما نبعدش الاخراج يعني نادين خان احنا شمينا ريحه محمد خان كمان في المسلسل طبعا. ده الكاميرا طبعا. اللي في الشارع الراديو اللي شغال الناس الطبيعيه اللي في الشوارع ما بيموتش ايوه يا ايوه حقيقي صحيح. بجد لاني نكهه محمد خان انا شايفاها مع احترام الالقاب يعني انا شايفاها بكدرتها في الطبيعه بتاعه الشوارع في الديكومنتري اللي حاطه ما بين المشاهد صح. في تزييقك للحاله في اختيار اللوكيشنز في كل الكلام ده طبعا لا محمد خان موجود بقوه يعني اب تو ديت يعني مع نادين اكيد بجد طيب فاضل بقى يا صابرين عندي حاجه انا عليا اجيب لكم شويه كحك حلوين وانت تجيبي العيله بتاعتك وهنجيب لك العيله الثانيه ونقعد كده قاعده عائليه بقى ايه رايك؟ من عينيا عايزين نعمل كده يلا هنجمع العيلتين ويكونوا الولاد لقوا السر العظيم اكتشفتوه كده ونيجي كده نقعد مع بعض قعده حلوه ان شاء الله حبيبتي تحت امرك أكيد. وكل سنه وانتم طيبين وانت وعيد مبارك ورمضان مبارك وكل ايام مبارك دايما متالقه وعايزه اقول لك ان انت ما شاء الله زي القمر وبتصغري ما بتكبريش فما تخافيش ما تقلقيش ابدا يعني حبيبتي يا كل سنه وانت طيبه حلوه وانت طيبه يا قلبي وانت طيبه ويفضل المسار اختياري بس اجباري على رمضان يعني كل سنة وانتم طيبين ومبروك